حرف البيان بدا بهيا عاطرا وعليه من حلل النبوه عنبرا قد سار بين العالمين مباهيا يجلو الظلام وهاديا ومبشرا حرف سقاه الوحي عذب بيانه فغدت به الارواح روضا مزهرا اعجازه طب القلوب دواؤها في تربة الإيمان حل تجذرا لله درك أيها الحرف الذي لما بدا منه الظلام تناثرا في فيضك البراق نفحات إذا حطت بقلب صار ينعن أنظرا نور من الإعجاز في قرآننا هل لا نهلت مفكرا متدبرا يا ليت حرفي كيف ابدا قصتي فالفكر في نور البيان تحيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا عدد ما خلق وعدد ما علم وعدد ما اخفاه عنا ولا نعلمه وصل اللهم على نبينا محمد كان القران العظيم حجته والصلاه راحته والصيام بهجته والانفاق سعادته والصدق حرفته والخلق العظيم سيرته والامانه سريرته اعزائي الكرام ارحب بكم في حلقتنا اليوم وهي بعنوان البيان في تكرار قصص القران ايها المشاهدون حفل القران الكريم بقصص عديده في سور عديده تكررت في مواضع مختلفه وافاد تكرارها بيانا لغويا وبلاغيا نابعا من حكمه الهيه فما اسرار هذا التكرار في القصص القرانيه ولماذا لم ترد القصه الواحده التي تتحدث عن نبي واحد في سوره واحده وفي موضع واحد من القران الكريم ان القران الكريم كتاب معجز بكل جوانبه ولا يمكن ان نصنفه في حقل انساني او علمي محدد بل نصنفه بقولنا انه منهج حياه بكل جوانبها انزله الله تعالى ليكون دستور البشريه الخالد ولذلك فان ما يتصف به القران الكريم والغايه التي وجد من اجلها تختلف عن اي كتاب او مؤلف او دستور بشري وقد كان في امكان القران الكريم ذكر القصه الواحده في سوره واحده وفي موضع واحد وقد فعل ذلك مثلا في عرضه قصه يوسف عليه السلام لكن التكرار في عرض بعض القصص القراني له حكم عظيمه واسرار جليله لا تدرك الا بالنظر والتفكر والتفقه والتدبر في كتاب الله تعالى. واول ما يمكن ان نذكره في هذا السياق ان الله تعالى يعرض لنا من القصص ما يتناسب مع الغرض الديني الذي جاءت به السوره التي يعرض فيها هذا القصص. فلكل سوره معالمها وخطها الخاص الذي تسير فيه فسوره البقره مثلا هي اطول سوره في القران الكريم ذكرت قصه خلق ادم عليه السلام وقصه موسى مع بني اسرائيل وقصه البقره وفيها كذلك ذكر للنصارى ثم جاءت سوره ال عمران لتفصل الحديث عن النصارى ولم تتحدث عن بني اسرائيل الا قليلا فكل سوره لها معالمها والسياق القراني والاسلوب البياني يلتقط من مشاهد تلك القصه التي يعرضها ويكون هذا العرض ملائما لجوها العام وما يخدم تلك الاغراض التي تتناولها ومن امثله ذلك اعزائي المشاهدين تكرار قصه موسى عليه السلام فموسى عليه السلام كما هو معلوم هو النبي الاكثر ذكرا في القران الكريم في سوره المكيه والمدنيه ففي سوره البقره نجد عرضا لعدد من المشاهد نحو ذكر الله افضاله ونعمه على بني اسرائيل في مواضع عديده يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون وايضا واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون وكذلك في قوله واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وايضا وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم تتميز سوره البقره بذكر النعم التي انعم الله بها على بني اسرائيل ورغم ذلك كله كذبوا وجحدوا وكفروا بانعم الله ولو استعرضنا سوره الاعراف لوجدناها تتحدث عن بعض محطات تاريخ البشريه وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فذكرت انبياء واقواما وعقوبات وجرائم ارتكبها كثير من الناس منذ عهد نوح فجاء ذكر جزء من قصه موسى عليه السلام بما يخدم الموضوع العام والسياق الذي تحدثت عنه سوره الاعراف وتمثل هذا الجزء بذكر المعاصي التي ارتكبوها بحق موسى ورب العالمين وذكر عبادتهم العجل واعتدائهم في السبت وقتلهم الانبياء وكيف ان العقوبات لحقتهم فالقصه واضحه ففي سوره البقره ذكرت القصه من جانب النعم بينما في سوره الاعراف من جهه عقاب الله للمكذبين والعاصين وانتقامه من الكفار الذين عذبوا الرسل وكذبوهم وهنا اعزائي المشاهدين يتجلى الاسلوب القراني في اختيار الجزئية التي تناسب فيها المقام العام المقام للسورة وقد وردت قصة موسى كذلك في سورة طه فقد عرض الله عددا للمشاهد التي وردت في سورة الأعراف لكن لم تأتي على ذكر ما اختص بالعذاب بينما سلطت الضوء على عناية الله بموسى لأن سورة طه جاءت لتسلية قلب الرسول عليه السلام طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. وأيضا في قوله: واصطنعتك لنفسي. وأيضا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وأيضا: لا تخافا. وفي قوله: ولقد مننا عليك مرة أخرى. وفي قوله أيضا: إنني معكما أسمع وأرى. وكل هذه ايات تثبيت تسلي قلب محمد عليه السلام وفيها بيان لمدى عنايه الله بموسى عليه السلام خلال محطات حياته ودعوته وهذا يختم الموضوع العام الذي جاءت به سوره طه ففي كل سوره تاتي العدسه البيانيه القرانيه بالمشهد الذي يخدم السياق الديني العام من دون ان تخرج عنه فقصه موسى اعزائي المشاهدين فيها نعم الله على بني اسرائيل ونجاتهم من فرعون وظلمه وفيها ايضا عنايه الله بموسى وفيها نكران بني اسرائيل وجحودهم وعصيانهم بعد ان انعم الله عليهم فهذه الجوانب الثلاثه للقصه الواحده ورد ذكر كل جانب منها في سوره وما يجدر الاشاره اليه الى ان المشهد الواحد وان ذكر مره اخرى فانه يذكر من زاويه مختلفه لخدمه غرض معين ينسجم مع موضوع السوره وكذلك يرد بمفردات وتعبيرات مختلفه ايضا نحو قوله تعالى فسوف تعلمون في سوره الاعراف ومره فلسوف تعلمون في سوره الشعراء ونحو قوله تعالى انفجرت منه اثنتا عشره عينا في سوره البقره وقوله فانبجست منه اثنتا عشره عينا في سوره الاعراف فالسياق الموضوعي هو الذي يحدد اللفظ ويحدد ما يذكر من القصه في سياق السوره ومن الامثله التي تزيد المشهد البياني وضوحا ما اورده ابن الزبير الغرناطي في كتابه ملاك التاويل في تفسير سوره القصص فهي السوره الوحيده التي تناولت قصه موسى بالتفصيل وذكرت ما كان من شان موسى وهو وليد وكيف وصل الى قصر فرعون الذي كان يقتل الذكور وكيف ان موسى نشا وشب في قصر فرعون رغما عنه وعن كيده ثم حادثه وقوع الاقتتال بين الاسرائيلي والقبطي التي انتصر فيها موسى للاسرائيلي فقتل القبطي خطا فوكزه موسى فقضى عليه ثم ايضا هجرته من مصر الى ارض مدين والتقائه بالرجل الصالح وزواجه من احدى ابنتيه ثم قضائه حينا من الزمن هناك ثم في طريق عودته الى قومه في مصر اوحى الله تعالى اليه في الوادي المقدس طوى عند جبل الطور ثم بعد ذلك وصوله الى مصر وانتصاره على فرعون فجاء الاسلوب في القران بذكر هذه الاحداث كامله مفصله لغرض ديني عقائدي اذ ان هذه الايات نزلت على سيدنا محمد عليه السلام وهو في طريق هجرته تثبيتا لقلبه عليه السلام وفحواها ان الذي كتب على موسى الهجره ثم العودة والنصر والظفر على عدوه سيردك ايضا الى مكة معززا منتصرا وهذا ما ثبته قوله تعالى: ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وهذه الاية هي الاية الخامسة والثمانون من سورة القصص. وفيها تتجلى عظمه البيان القراني واسلوبه وحكمه الله سبحانه من ذكر قصه موسى عليه السلام وما مر به من فتن ومحن وما تعرض له في فتره ولادته ومن ثم بيان عنايه الله وتدبيره وتقديره وكل ذلك ليقول لسيدنا محمد المهاجر المكلوم المهموم في ذلك الوقت اصبر اصبر يا محمد واثبت فعودتك الى مكه حتميه ونصرك على عدوك مقدر ايها المشاهدون ان روعه البيان القراني المتجليه بتكرار القصص القراني تكمن في التكامل والتوزيع في القصص القراني وهذا من ابدع الوان الاعجاز القراني اذ ان لكل سوره جوا عاما وان الله سبحانه وتعالى يختار من القصص ما يخدم هذا الجو العام، ويختار ايضا جانبا معينا من القصه نفسها، وبألفاظ مختلفه ايضا، تكون هذه الالفاظ في موقعها هذا ابلغ من تلك الالفاظ التي ذكرت في موقع اخر. ان للقصه القرآنيه جوهرا وغايه وحكمه الهيه، وليس كما ادعى بعض المستشرقين واتباعهم من ان القصص القراني متناثر وعشوائي ولا يظهر الحقيقه وهذا عائد لقصورهم وجهلهم اعانهم الله وهذه الحقائق لا تتاتى لقاصر في علمه ووعيه بل يدركها كل متبصر واع لديه قدره على فهم البيان القراني واسلوبه ومراميه نعم اعزائي المشاهدين انه القران مسامرته حياه واتباعه نجاه واقتفاؤه صلاح والعمل به نجاح قارئه ينتظر الرحمات ويرتقب البركات وكل حرف بعشر حسنات يؤنسك في القبر يحفظك في الحشر يوصلك الى الجنه يبعدك عن النار يحميك من غضب الجبار يذهب همك يجلو غمك يزيل تعبك يشرح صدرك يرفع ذكرك يعلي قدرك هو قره العيون وسلوه القلوب وبهجه النفوس وحليه الاولياء ومادبه العلماء القران كلام الله وامانه جبريل ورساله محمد صلى الله عليه وسلم ودستور امه ومنهج حياه ومشروع حضاره ومنطلق دعوه ووثيقه اصلاح وحل لمشكلات البشريه وشفاء لاسقام الانسانيه القران طهر للضمائر وعماره للسرائر وهدى للناس ودعوه للعالم وغيث لاهل الارض ومدد الانسان الضعيف احرف من النور تكشف زيف الباطل وكلمات من الطهر تجتاح معاقل البهتان، وفيض من القداسة يروي ظمأ الروح، وفي الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً لأصحابه، فطوبى لمن صاحب القرآن ورافقه وأحبه، وتلاه وتدبره وأنس به، وأحيا به ليله، وأجرى به دمعه، وأذهب به همه، وأزال به غمه، وطرد به حزنه. وابرد به لهيب روحه وسكن به خوفه فهذا هو السعيد نعم هذا هو السعيد الله الله لا احصي ثناه ولا ارجو سواه لكشف الضر والسدد الله الله ادعوه واساله الله الله مامولي ومستندي ختاما استودعكم الله اعزائي المشاهدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته thank mm -hmm. you